عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اجتماعا مع نائب وزير الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبي ضمن فعاليات مشاركتها في القمة الكورية الأفريقية. لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير كافة أوجه الدعم لتشجيع الشركات الكورية العاملة في مصر بدوره. أكد نائب وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي أكد اعتزازه بالشراكة مع مصر باعتبارها من الدول المحورية في قارة إفريقيا والمنطقة وأكثر الدول تعاونا مع كوريا الجنوبية في القاهرة. استقبل وزير البترول طارق الملا رئيس شركة كايرن إنرجي، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخططها المستقبلية في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وأيضا الشرقية وخليج السويس. أكد الملا دعم قطاع البترول لمجهودات شركات البترول العالمية لزيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من الاكتشافات. من جانبه أشار رئيس كايرو إنرجي لأنها تولي أهمية قصوى لأنشطة البحث والاستكشاف في مصر وتطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات وزيادة معدلات الإنتاج من خلال استقطاب حفارات جديدة وتطبيق أنظمة تكنولوجية متطورة. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سك الأضحية وذلك للعام الثاني على التوالي. تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبإشراف بيطري وفني كامل. أعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى وأيضا الأرامل والأيتام. وافق تحالف أوبك بلس على تمديد أغلب التخفيضات الكبيرة في إنتاج النفط حتى العام 2025، وانخفضت العقود الأجل للخام برنت لتتراجع إلى 80.92 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الأجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76.76 دولار للبرميل.